هو كمل كلام أستاذ محمد زارع إنه الإرادة السياسية، وعايزة أربط قضية التعذيب بقضية التحرش والعنف تجاه المرأة. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي راح زار ضحية التعذيب، وكل الإعلام ونشرات الأخبار الرسمية وغير الرسمية اتكلمت عن هذه القضية، مش إيه اللي ودها هناك ولا أصلها لابسة إيه. أنا أقدر أقول كامرأة وأنا ماشية في الشارع المصري دلوقتي، الدنيا أجمل كتير لما يبقى في سلطة سياسية بتعتبر إنه تبرجي أو عدم حجابي هو السبب في تحرش الرجال بي، ده ما بيسهلش كتير. فالإرادة السياسية مهمة جدا، لكن كمان زي ما بنتكلم عن ثوراتنا وعدم انتصارها، القضية مش تغيير سياسي ولا ثورة سياسية، تغيير عقول. يوم ما نقدر كمجتمع نجرم السيدة التي تعذب الخادمة أو الأب الذي يضرب أبنائه أو المدرس، لما المجتمع يرفض هذه الظواهر ممكن إن إحنا نتحرك لقدام في مواجهة ثقافة التعذيب. شكرا.